السلام عليكم، مرحبا بكم خواتي، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. اليوم بدي ندير لكم تحليه. هذه التحليه نديرها انا دائما وبنينه تجي رائعه، وعندي كانوا عندي صحباتي بزاف يطلبوني يقولوا لي ديري دائما، ديري لنا كي ديري تحليه ديري لهم فيديو باسكو كلاوهم وعجبوهم بزاف. التحليه تاعنا شفيعه، فيها مراحل بصح صدقوني حاجه رائعه. عندي قشور تاع حبه ليمون اخضر، ضروري يكون اخضر، للامانه نديرها بالاخضر. عندي ثلاثة تاع فلون، انا راني ندير فلون تاع شوكولا، تقدروا ديروا فلون كراميل ممكن. عندي شانتيي وهنا حليب، الحليب المركز الغير محلى. درت العلبة في الكوكوت، درت عليها مي، خليتها غلات ساعة ونص. غادي يولي لكم، غادي نحلها قدامكم باش تشوفوا، شوفوها كيفاش يولي. اجي شوفوا ولا وكيفاش يولي، يولي اللون الكراميل بصح شوالا يقعد سائل. غادي ندير احنا قدامكم باش تشوفوها، ما فيش السكر باش يتعقم، بس يولي اللون والذوق ذوق الكراميل. ها ولا خلو هنا. عندي غبرة الشانتيي ان ساشي بدون سكر، ناكد بدون سكر. هادو لا بروميير بارتي. لا كريم انجليز عندي 260 غرام تاع حليب، عندي دي بودواغ، عندي قهوة طايبة بدون سكر، عندي 60 غرام تاع سكر، عندي 3 صفار بيض، وهنا عندي 120 غرام تاع كريمة طازجة اللي كنت طلعتها بالباتور بدون سكر، غادي نرجعها في الثلاجة نسحقوها من بعد. عندنا 200 غرام تاع شوكولا، هاي قطعتها أو مورسو، وعندي 130 غرام كريمة طازجة باش نصنعو لاكاناش تاعنا. وعندنا فانيليا، هادو من المقادير تاعنا. نروحو المرور للتحضير. راني ساعاني نسخن في نسحق غير الصفار، راني نسخن في الكريمة الطازجة. غادي نسخن الحليب مع الفانيليا، غادي نسخنه مع الفانيليا، خليه حتى يسخن، من بعد كي يسخن نزيد له الفانيليا. هنا نجيب السكر، نحرك حتى يدوب فيا السكر. غادي نقص الغاز، ندير على نار هادئة باش ما يطيبليش البيض. هنا على اثنين، يعني كريم انجلاز عادية، يعني ماشي حاجة واعرة. نزيد الفانيليا، لا عندكم لاغوس يكون افضل. الحليب تاعي سخن، نزيده ونحرك ونطيب لا كريم اونغلاز على نار هادئه يليق، ندي الوقت تاعي باش البيض ما يطيبش. لا طابنا البيض لا غوسيت تاعنا نرموها ماشي ناجحه. غادي نخلي هذا هنا، نقص لها، ما نحبسوش بالتحرك هكا، نستمر في التخلاط حتى اللي تشوفوها عقدت لكم عقدت الكريمه. لا كريم تاعي طازجه ذابت، نجي ندير الشوكولا هنا ندوبها. حتى كي تذوب هذه نقلعها نخليها تبرد تماما، ومن بعد نزيدو لها لا كريم فريش اللي راهي مدربه لان خلينها في الثلاجه. هاي لاكانش كيفاش صنعتها، شو كي جات شابه. لقد خلوها تبرد تماما، نحولها تبدلوا لها الكاسوله لا كاسول، ونزيد الكريمه الطازجه اللي كنا طلعناها اللي كانت في الثلاجه، نزيدها غير بلاتي، نديرها على شحال من مره.
الخامية اونغلاز راهي طايبة. هاني خلطها هكا، نغطيها ونخليها تبرد في الثلاجة. كي تبرد لي لا كريم اونغلاز نخلطها مع هذه، خلوها تبرد من بعد نكمل. دروك نكملوا هذه، قلت لكم هذا الحليب، الحليب المعقم، ندير الشونتيي، الحليب الغير محلى اللي كنا طيبناه، ندير الكريم ديسير. ديروا اي نوع من الكريم ديسير اللي نتوما تحبوه. الفلون لكم كريم ديسير ولا فلون كيما حبيتوا. انا هذا سي هذا فلون. نجي نقعد نضرب حتى اللي تعقد. هاي لا كريم اونغليز بعد ما طابت زدت لها شويه فانيليا وخليتها بردت. غادي نزيدها هنايا بالتدريج، نزيدها على 3 مرات تمام اللي قلها تبرد. ملي تبرد الشوكولا تاعنا كانت بردت في الثلاجه، مع اللي زدنا لها لاكاناش، مع الكريمه السائله اللي طلعناها اون شونتيي. دونك لازم تقعد من دور نزيدو البيض هذا تاعنا لا كريم اونغلاز، نزيدوها غير بلاتي وتكون بارده تماما، سينو تخسر لنا الوصفه. هذه الوصفة صدقوني أكثر من رائعة، بنينة بنينة، فيها وقت باش ديروها، بصح ماشي دايما ديروها مرة على مرة. مام هذه ممكن وحدها تقدر ديروها تحلية وحدها، لما حبيتوش ديرو قاع هذه، هذه تجي وحدها تحلية والكريمة الأخرى تاني تحلية. قدو ديرو بيتو ديروه مع بعض ممكن، بغيتو ديرو كل وحده وحدها ممكن. انا عطيتكم انا شادرت بصح بيتو تفرقوا بيناتهم ما تعيوش رسامكم ممكن، ما كاش مشكل. هاهما لي كريم تاعنا واجدين دروك، هاهما لي كريم تاعنا راهم واجدين. دوك نمرو للكؤوب نعمروهم كيف تاعنا. نبدا بهادي، ندير كميه مليحه. البسكوي على كويير اللي هي لا لونغ دو ولا لا لونغ دو شو، عندي نوعين، كاين هذا اللي انا نفضل هذا النوعيه، وعندي هذا من الافضل ديروا هذا اللي يكون طري باسكو هذاك الاخر شويه قاصح. غادي نجي نقسمها اون دو، نحطها في القهوه نقلعها، ما خليهاش ما خليهاش تشمخ بزاف، غير شويه. القهوه ماهيش مسكره، ما درتش السكر في القهوه. غادي نزيد شوية، فوالا. نجي ماتنو ندير الكريمة التانية، دروك نديرو كريمة الياغورت و الفلون و الشونتيي. ندير هاكا، نعمر مليح. انا غادي ندير لها الكاكاو، الكاكاو المر باش تشوفوها، هي نورمالمون تخلوها حتى عند الاكل ديروا لها الكاكاو، انا غير باش نوريكم. خاطر الكاكاو ما يدخلش في الفريجيدير، كي يدخل في الفريجيدير مع الرطوبه يتندى يولي طعمه مش بنين، ومن بعد الشكل تاعها مش يشبه. غادي ندير هذا الشوكولا، ماشي ضروري، هذه لمسه تاعي، ما حبيتوش ما ديروش، ماشي ضروري، هذه انا زدتها زياده باش بريزونتي حاجه شابه. خلوها تبرد تمن على الاقل 8 ساعات في الثلاجه وتاكلوها بالصحه ان شاء الله. هاي التحليه تاعنا بعد ما كملت صدقوني حاجه رائعه، لما ماذا بيا تجربوها باسكو حاجه بنينه بنينه بنينه، ما غاديش تندموا عليها في هذا الصيف. وصفه تشرف لك يجو ضياف، حاجه فريمون كلاس. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه، تخلوا لي تعليقاتكم، ما تنسوش ديروا لي لايك، اشتركوا في قناتي باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ونقول لكم شهيه طيبه وعن قريب، مع السلامه.